Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Toi, je vais très bien. Alhamdulillah, tu connais bien. Khairou ala khair. Alhamdulillah, wada kouchi wada kouchi mzian. Tranquille. Ghadi nbdaou nouvelle série de vidéos li ghatehdr ala la procédure bach tfa' la Chine. Donc, salina ma la procédure Campus France dial France. Cette fois-ci, ghadi nbdaou la procédure bach tfa' la Chine. Haka bach tsahel lkoum lqadiya, bach mchi a chaque fois tsoulou la même chose, ghatlqaou une vidéo, 3 ou 4 vidéos qui fassel lkoum kulchi. Donc, liouma ghadi nchoufou khassisan les documents li khassoukoum tjmaou bach tfa'ou la Chine. Archi, c'est très très simple. C'est pas compliqué, les documents c'est la procédure ça ma كتاخش بزاف ديال الوقت يعني بحال مثلا ديال فرنسا كتاخد عام ديال شي وقت كتاخد ميم با ان ولا دو موا ماكسيموم ما بين الفيزا ما بين جمع الاوراق ما بين التدفيع ايتترا ما بين داكشي كامل لافونتاج سي كو لادميسيون اي لي غارونتي ا 100% عندكم اون بورس اللي كتكون ما بين 50 حتى 100% سا ديبوند النقط ديالكم لو لوجمون اي لي كومبري دون لا بورس دونك كتمشي مهني ما كتقلب لا على كره لا حتى شي حاجه عندك لو كومبيس يونيفرسيتير هادشي باش زوين كاين لو بيك اب من الايروبور دونك كيجيو دوك الناس كيديكم من الايروبور حتى للجامعه ديالكم ما كتفكر لا في طاكسي لا تعيط لا شي واحد يعرف لك ايتترا ما تلف مع والو دونك هذا هو لافونتاج حاجه اخرى سي كو لو كو دو في تما ما غاليش بزاف ماشي بحال اوروبا هنايا ولا في ايتاج اوني ولا في انجلترا المهم نامبورتو دون الموند بحال بحال المغرب لا كاليتي دو ديتود طالعه بزاف في لاشين صنا غير نافور معايا على فرنسا ايتترا دونك ما نطولش عليكم غندوزو لي دوكيومون اللي خاصكم تجمعوا واللي خاصكم تصيفطوا لي ابري ني سور انستغرام اللي غادي نخلي لكم لتحت تماك لا باج ديال لاجونس اي عندي دو تخوا نوفيل اللي غنقولهم لكم في الاخر ديال لا فيديو دونك على بركه شي ندوزو لي دوكيومون اللي خاصكم تجمعوا انا غنخلي لكم اون طون ليماج اللي غنقراها هنايا في التليفون باش تقراوها معايا ولي تصوروها وتبقى عندكم دو فاصون راه حطيتها في لا باج انستغرام دونك ترونكيل غتلقاوها تحت لو لين في لا ديسكريبسيون دونك اول حاجه تيخصك لو باسبور خاصكم توجدوه سا بخون 15 جور خاصك تسكاني لي دو بروميير باج ديال الباسبور دونك سي تري تري سامبل ثاني حاجه خاصك اون فوتو بلي نورم شينواز ديال الشينوا دونك غتمشي عند المصور تقول له دير لي التصويره بلي نورم ديال لا شين ثالثيام دوكيومون هو اخر ديرني ديبلوم اوبتوني اخر ديبلوم شديتيه يعني الا كنتي شاد الباك غتعطيني الباك كنتي مازال شاد الباك غتعطيني غير اتيستاسيون دو سكولاريتي ديال الباك كنتي شاد ليسونس تعطيني ليسونس كنتي شاد الماستر غتعطيني ليسونس لا ميم شوز كنتي مازال ما شادهم عطيني شهاده مدرسيه ولا شهاده جامعيه بانك تقرا في داك لو نيفو خاصك تسكاني داك لو ديبلوم اون ميم طون ترجمو اون انغلي دونك تيخصني السكان ديال لوريجينال اي السكان ديال لا ترادكسيون اون انغلي الوغ لا كاتخيام دي شوز الوغ تو لي غولفي دو ديرني ديبلوم دونك مثلا كنتي في الباك غتجيب ليا كاع لي غولفي دو نوت ديال الباك دونك من 5ايام 6ايام حتى التيرمينال اخر عام ديال لو كان كنتي مازال يلاه كتقرا في الباك هذا العام غتجيب لي الغولفي دو نوت ديال البرومي سيمستر ديال التيرمينال والثاني حتى من بعد كتكملوا ليه ماشي مشكل لا ميم شوز بوغ لي زوتر ديبلوم مثلا ليسونس غتجيب لي ديال لي 3 ديرنيير زاني بروميير اني دوزيام اني تروزيام اني ليسونس ماستر غتجيب لي غير ديال لي 2 اني ديال الماستر ايتترا دونك سي تري تري سامبل سي با كومبليكي لا 5ايام دي شوز رابور ميديكال او اللي كنسميوه فيزيكال هذا كتكونتاكتوني سوغ انستغرام اي انا كنصيفط لكم لو ليان هو تيكون مكتوب بالشينويه او بالانكلي كتمشي عند الطبيب جينيراليست كاين شي وحدين تيبقى يعقدو تيقول لك سير دير التحاليل ايتترا كاين شي وحدين تيعمرو ديريكتومون دونك سي با كومبليكي حتى هو في نص النهار كليك تقادو ترونكيل سيزيام دي شوز كاين لو كازيي جوديسيير او لو حسن استهلاك هادي كتمشي تجيبها من عند الكوميساريه حتى هي كتسكاني ليا لوريجينال وكتمشي ترجمها بوغ لي غولفي دو نوت ما قلت لكمش حتى هما خاصني لوريجينال وخاصني لا ترادكسيون اون انغلي لا سيتيام دي شوز خاصني دو لتر دو ريكومونداسيون هادو الاغلبيه كيطلبوا الماني لا ليسونس اي اللي باغيين يدفعوا اللي باغيين اللي عندهم ديجا ليسونس اللي عندهم ان ماستر يعني اللي غيدفع الماستر او البي اتش دي مي بارفوا تيطلبوهم حتى الماني الباك دونك من الاحسن حتى نتوما يكونوا عندكم سي فاشين لتر دو ريكومونداسيون هي شي استاذ ديالك تي ريكومونديك الجامعات يقول بانني قرات هذا السياد بانه مزيان بانه تيقرا مزيان مجتهد انتيليجون ايتترا ديك الساعه الا كنتو باغي شي اكزومبل كونتاكتوني سور انستغرام لا باج اللي غنخلي لكم هنايا اي نعطيكم دي زيكزومبل باش تكتبوهم دونك تكتبو اون لونغلي بيان سور ماشي بالعربيه ولا بالفرونسي اي لا ديرنيير دي شوز هو ستادي بلان بلان ديتود هاد ستادي بلان كتكتب فيه تقريبا مينيموم 800 كلمه كتكتب فيه كوم كوا تو تو بريزون كتقول شنو باغي تقرا في لاشين شنو راك تقرا حاليا وعلاش باغي تمشي تقرا في الشينوا ديك الساعات لو كنتو باغي ان اكزومبل كونتاكتوني عاوتاني سوغ لا باج انستغرام ديال منحه اي جوسي وغادي نصيفط لكم غنصيفطكم ان اكزومبل باش تعتمدوا عليه وتعرفوا شنو تكتبوا غالبا هذا تيكون مطلوب اللي باغي يدفع الماستر او البي اتش دي مالي الباك قليل مي بون لكن من الاحسن كيكثر من الحظوظ ديالك حاجه اخرى كاين جامعات اللي كيطلبوا سيرتيفيكا دونكلي يعني اما الطوفل يا اما الايلتس
هو وكاين شي واحد اخرين ما كيطلبوش مي من الاحسن الا كان عندكم تسهل لكم باش نلقاو لكم دي بورس مزيانين اي او ميم طون ما كتضيعش فيه دونك تيصلح لك تيصلح لك ما تطلبوش شي معدل محدد المهم غير يكون عندك وصافي هذا هو سي سار امبورطون دونك تيكونوا دوطخ بابيي هادو هما نورمالمون لي دوكيومون كيطلبوا تيكونوا شي واحد اخرين مطلوبين زايدين على حسب كل جامعه مي اون جينيرال هادشي اللي كيطلب شي مرات كيطلب السي في شي مرات كيطلب واحد غولفي دو كونط ديال لو غارون ديالك تيكون فيه 15000 درهم مهم اي محطوطه ماشي بلوكيه ولا شي حاجه يعني غير فيه الفلوس بور لا كيسيون تقدر يسوني شي واحد البلوكاج ما البلوكاج ما كاينش بلوكاج في لاشين هادشي لو كونسيتور ديالهم ما كتحتاج لا بلوكاج لا والو هادو هما لي دوكيومون سي تري تري سام الوغ بور لي نوفيل لي كنت باغي نقول لكم دونك لا بروميير نوفيل سي كو حلينا اون اجونس في مكناس دونك بالنسبه للناس اللي في لا ريجيون فاس مكناس وقراب كلهم يدوزوا عندنا لاجونس انا ديك الساعه ملي غتدخلوا لاباج انستغرام غتلقاو كاع لي زانفورماسيون اللي تيعرف مكناس كافي فينيزيا ايز راه معروف اون بلاس اونتر فيل تما كتدخل لو كافي كتطلع كتلقى البيرو تما donc c'est en plein centre-ville et Maradish Tilfour à Sarfofinkain. Alors pour l'agence d'Ali Remal Consulting Minha Agency, donc elle est ouverte 7 jours sur 7. Quand tu vas rien dire, je vais vous dire le numéro sur la page Instagram. Et j'ai eu des séances, qui est normalement la gérante de l'agence, qui est Damon. Je vais vous dire que je vais un rendez-vous parce que souvent quand tu es en déplacement, les lycées, les jamais, etc. Donc je vais vous dire avant ma vie, comme ça tu vas voir. Donc je vais jeûner parce que voilà, c'est la première fois qu'on va faire un projet comme ça, on va faire une agence vraiment j'ai besoin de vous aider n'hésitez pas de partager la page ou voilà l'agence avec beaucoup de gens pour que vous vous aidez c'est vrai que c'est pas facile mais voilà il faut toujours risquer dans la vie il faut essayer et on a fait ça vraiment pour vous aider parce que nous avons des expériences nous avons des gens qui aident les gens qui aident des pays vraiment rares en même temps tu confirmes la qualité d'études mais on fait tout ça pour vous donc voilà n'hésitez pas un petit peu d'encouragement de votre part, ça me fera plaisir. Et la deuxième nouvelle, c'est que la semaine prochaine, Radinkon fait le Maghreb. Donc, Radinkon, à partir du 31 janvier, Radinkon fait le Maghreb pendant 10 jours. Donc, Marhabi, comme on dit, le bureau, les barrières, Rassoussis, c'est Chara, Rassoussis, consultation, Marhabi, 2h10. Radinkon, c'est des informations sur la page Instagram, Aïtori, comme on dit, Jiu. دوما تلقاوني شي مره في البيرو ولا كون اون ديبلاسمون ايتترا دونك اجيو مرحبا بكم تلاقاو تما نذاكرو ايتترا افيك غران بليزير لا ثوازيام نوفيل سي كو كاين ان ميت اب في مدينه الحاجب انا غنبين لكم لافيش هنايا دونك هنا غادي نهضروا على لي زيتود اون شين en général ou en même temps quand on a des questions les études en France donc c'est un marhaba bikoum غادي تكون en partenariat مع le centre Academia Cultura donc غتلقاو l'adresse l'événement etc خلي لكم le lien de l'événement sur Facebook aussi comme ça vous pouvez les suivre et تعرفوا كاع l'adresse فين تجي وتعرفوا الوقيته فوقاش غادي تكون et كاع les détails donc n'hésitez pas de nous suivre sur Instagram انا خلي لكم donc la page Instagram ديال l'agence ديال Remal Consulting Minha Agency voilà, on va vous montrer le lien de l'événement sur Facebook et voilà le compte Instagram d'y aller, la brito de Soulonné ou le Chihaja. N'hésitez pas de me laisser des commentaires sur YouTube, là, comme des questions, de me follower les comptes Jdad, bien sûr, et voilà, likez la vidéo, je vais te compte. Donc les documents, je vais vous dria parce que la procédure parce que fait pour septembre radibda d'ici un mois تقريبا donc من الاحسن تجمعوا لي دوكيومون من دابا ça va même pas vous prendre 10 jours ou 15 jours les documents ساهلين بزاف une fois تجمعوهم contactez-moi sur Instagram après عطيكم le numéro de WhatsApp ديالي باش تعطوني le dossier et dès que ça comme dans les démarches inchallah باش تمشيو لا شين et tout ira bien inchallah j'espère bien que la vidéo elle باش n'hésitez pas de la partager avec vos proches vos amis les barri de chez moi etc. Donc voilà, à la vidéo prochaine, inchallah. Ciao.